اليوم نعلق على استقالة رئيس الحكومة السيد ياسر فخفاخ والمشاكل اللي تبع فيها الكل مع رئيس البرلمان شو اسمه الخريجي راشد غنوشي الخريجي. هذوما ما يهموش المواطنين التوانسة. اسمع النظام البرلماني والدول المتقدمة والديمقراطيات ما يهمهاش الأشخاص. راو كيما اليوم كيما غدوة الأشخاص تتبدل لكن دول تتقدم. وأنا نحب نهني التوانسة الكل، راو أولادها موجودين وبناتها موجودين ونحن باش نحميو الجمهورية هذه. وإن شاء الله أنا نقول لكم راهي تونس حقيقة بخير، ماناش باش نسلموا في البلاد العظيمة هذه، بلاد جدودنا أكا ولا. لكن اليوم نقول لكم عندنا فرصة تاريخية مرة أخرى، وهذه نقدم مساج للسياسيين، تمشيوا تعملوا نفس الغلطة، نزربوا ونختاروا نفس العباد. ألف مرة قلت لكم راهو أنا فكرتي وبرنامجي إذا قدمته كرئيس حكومة يكون مركز على حكومة مضيقة مش متاع 50 وزير، يزمها تكون مبنية على 15 بين 10 و 15 قطب معناها وزاري، مركز على المهام متاعه الأساسية. ثانيا البلاد هذه فيها بين 12-15 مليون، ما نعرفش الإحصائيات الصحيحة، يلزمنا نركزوا على المشاكل الكبرى واللي هما معناها لي بوين دو بريسيون يسميوهم، اللي هي البطاله. كيفاش باش نواجهوا مليون بطال؟ انا قلت عندي حل، قلت نركزوا على الهجره النظيفه، نتفاهموا مع الدول العظمى اللي يحبوا معناها الكفاءات التونسيه، مش مشكله هذه راهو، يلزمنا يخرجوا بقدرهم بديبلوم ولا سيرتيفيكاسيون ولا خدم صحيحة ودي كونترا صحيح، بنمشيو بقدرهم ونبنيو علاقات جديدة مع الدول. قلت ثم التبعية التجارية مع أوروبا وفرنسا سبيسيالمون، شنو هي المشكلة كي قلت لازمنا نوسعوا في العلاقات التجارية؟ هذا فكر راهو ذكي، لازمنا نكون أذكياء. قلت المشروع الثاني ركز على النقص من 20 مليار تاع ديفيسيت هذا كوميرسيال، العجز التجاري هذا يسميوه 20 مليار باش نجموا نقصوا منه وباش نشجعوا الاقتصاد التونسي والبرودوي تونيزيان باش يتباع لبرا. علاش قاعدين نجيبوا في المايونيز وفي اللبسة والدجاج والماكلة والهمبرغر، علاش ما نشجعوش الاقتصاد التونسي؟ هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة قلت كيفاش نشجعوا المبادرة الخاصة والشباب التونسي للشيء هذا، قلت نشجعوا هذه نخلقوا حاجة اسمها لفون جينيراسيونال، هذا يسميه البرنامج هذا مركز على الشباب وعلى المشروع اللي يجيب فلوس بيشجع الشباب التونسي على المبادرة الخاصة ويشجع على الإبداع ويشجع على خلق التكنولوجيا والشركات الجديدة. لكن هذا شيء اسمه صندوق الأجيال ما هوش موجود. قلت كمشروع رابع كرئيس حكومة يلزم الشعب التونسي عنده الحق في الدوفيز، افهموني وقلتها ألف مرة ونعودها وباش نركز عليها، رمانيش باش نسيب في المشروع هذا. يلزم هذا يقع، كل تونسي عنده الحق في كونتون دوفيز باش يكون معناه يكون بارتي من العالم، شنو هو تونسي معزول من الشيء هذا، نشجعوه. نعطيكم مسائل أخرى بسيطة جدا، شنية كرهبة تتباع مليار في تونس وقتنا قلت نحي علينا الافسيار ونحي علينا الفساد ونحي علينا هذه المشاكل المتعلقة بالمعناها المونوبول، المونوبول اللي بارك على الاقتصاد التونسي اللي يبيع في الكرهب مليار، ثم كرهبة مليار تو هذا حد عقلكم، عملوا ربي في بالكم، راو معناها ما فماش عقل اقتصادي ولا مالي. كنت ايضا نحب نعلق على مشروع هذية اللي يزمني مشروع اجتماعي مهم، التوانسة اليوم يعانيوا بالجهل والفقر والتهميش، مش كلام شعبوي راهو هذا، لا هذا كلام صحيح، راهو شعب ماهوش قاري، ما ينجمش يكتب ويقرا ويتفرج ويتبع، ما ينجمش يكون شعب ناجح. اليوم عندنا معنى الشعب لا يقرا لا يكتب اونتخ 25-37% بين المرأة والرجل، هذه المشاكل الأساسية. اليوم حكيت زادة على الفساد والوسخ الموجود في الحصالة والبنية التحتية والزبلة والفضائل اللي اليوم المواطن صحته متهدى معناها من المشاكل اليومية اللي عناها. زيد حكيت على الإدارة التونسية اللي ما عندها حتى برودكتيفيتي إنتاجية، المواطن يقوم الصباح يبدأ خايف يمشي يطلع ورقة. إلى متى؟ إلى متى؟
يلزم هذا كل يقف، واللعبة السياسية تقف، وذي المناورات السياسية تقف، والمواطن التونسي اللي يخف 400 دينار هذه كذبة، وهذه معناها انهيار الإنسانية بالنسبة للتونسي. ماشي ما طيحوله في قدر ومبركوا فيه، نحطوه في حبس وجهل، هذا كل لازم يقف. اليوم عنا فرصة، اليوم عنا فرصة، ونكلم في السياسيين والبرلمانيين وقيس سعيد وراشد غنوش كرئيس برلمان والكتل البرلمانية، نساو التبعيات السياسية. يلزم اليوم نكونوا مشاريع كبرى، يلزمنا اليوم نكونوا معناها اونات مع الشعب التونسي، ونقدموا اسامي صحيحه لرئيس الحكومه. يزينا من المناورات السياسيه. الشعب فد، الشعب مخنوق، تونس عايشه في حبس. نحلوا المشروع هذا، يجينا اعطيناكم برامج واعطيناكم افكار. حروا تونس من العقده هذه. خلينا نعدي الصيف باهي، خلينا نعملوا غونتري سكولار باهي، خلينا نقاوموا الكورونا بطريقه صحيحه، خلينا نكونوا دولة تابعة المجتمع العالمي. ونشكركم، واسمعوا باش نتبعوا البرنامج هذا في الأيام القادمة. شكراً.